الموضوع التاني، اتكلمنا من فترة على البنزين وبعض المحركات باظت في بعض الشركات. وزارة البترول بدأت تعمل حملات سريعة جدا في أماكن كتيرة عشان تبدأ تشوف لو في محطات فيها غش تعاقب، ومبسوط بالخطوة دي لأن ده في مصلحتنا احنا اللي بنتضر في الآخر بالعربيات، فمهم جدا يبقى في رقابة على الجزء ده. طب الشركات، في شركات تقبلت الوضع، يعني ايه؟ يعني جت شركة من الشركات، وغير مصرح ان انا اقول دلوقتي لان انا عاجبني اللي هما بيعملوه بس مش عايز اقول لحد ما يخلصوا، دخلنا كده واتقصنا لقينا انهم بدأوا يرجعوا العربيات بتاعت اللي موجودة عندهم يغيروا اجزاء على حسابهم وتطلع تاني العربية. ده مقابل ايه؟ مقابل ان هو بيحافظ على الزبون بتاعه والعربية بتاعته، لان لو العربية دي اتكسر المواتير او باظت مواتيرها نتيجة اي خلل حصل هو اللي متحمل، العربية دي هتختفي. على العكس شركات تانية قالت لك لا ماليش دعوة، انا ما عنديش حاجة، عربيتي انا مالي. طب ما هو حصل مشكلة فجأة مثلا، انا عربيتي باظت فاضطريت. خليني برضو اقول لحضراتكم حاجة، الكلام اللي انا بقوله لكم انا عشته تجربة شخصية، يعني واللي عايش معايا على الانستجرام عارف ان انا نفسي عربيتي حصل لها مشكلة من البنزين فجأة كده، ما نعرفش ايه اللي حصل. المهم حاليا الرقابة زادت على المحطات بشكل كبير، فهيبقى في رقابة بشكل مستمر على المحطات من وزارة البترول، وانا بحييهم على الخطوة دي عشان في الاخر هو بيطلع لك بنزين كويس، بعض المحطات اللي ممكن ما يكونش عليها رقابة يحصل فيها الغلط فتتضر زي ما انا حصل لي كده مثلا وناس تانية. الاهم من كل ده ان دايما استعمل الخطوات اللي احنا قلناها قبل كده وانت بتحط بنزين في العربية، تروحش المحطة ويبقى فيها عربية البنزين بتفاول العربية، ما تسيبش التانك يفضل حد الآخر، شوية خطوات بسيطة جدا. عمين يقولوا لي الوقت، فبس عايز ايه انجز معاكم في كام حاجة، لان عندي كلام كتير عايز اتكلم فيه، بس عندنا حاجات كتير موجودة لازم حضراتكم تشوفوها. من كام يوم كنت ماشي على الطريق الدائري، وتحديدا بعد وصلة المعادي لحد البحر الأعظم، في توسعات بتحصل بشكل كبير في الجزء ده، والجزء ده لما هيتوسع هيبقى شكله أحسن بكتير وهيحل الاختناقات اللي موجودة. فكنت ماشي على الحارة الشمال، أنا آسف التصوير على قدي لأن أنا صورت وأنا ماشي وده مش صح، وأنا بقول دايما ما تستعملوش التليفون وانتوا سايقين. اللي حضراتكم شايفينه دي الحارة الشمال، لو بصيت على الحرف ما بين الحاجز الخرساني والأسفلت في حتة فاضية، الحتة الفاضية دي بتتم توسيعها دلوقتي، وارد ان انت بالليل، انا جه في دماغي كده قلت اقول لحضراتكم بالليل والدنيا ضلمة ممكن ما تبقاش واخد بالك ان الاسفلت مش مكمل للحاجز الخرساني، ففي ناس بتحب تاخد الحارة الشمال قوي، يقولك انا بطمن ابقى ماشي جنب السور، فممكن ما ياخدش باله الفرق ما بين الاسفلت والحاجز الخرساني كبير، ممكن يكسر مقص، ممكن يكسر جنط. بطلب حاجتين، اول حاجة مننا ناخد بالنا واحنا سايقين، تاني حاجة ارجو من الجهة اللي بتعمل اعمال الصيانة دلوقتي تحط علامات ارشادية او حط اماع او حط اي حاجة زي ما في الجزء التاني من الطريق موجود عشان الناس تاخد بالها، لان الجزء ده الحفرة غويطة، الحفرة مش قليلة، الحفرة غويطة، هي ما بين الحاجز الخرساني وحتة الاسفلت، وارد ممكن تروح عامل بالعربية كده فتروح نازلة من الجنب تعمل مشكلة. فانا قلت اقول لحضراتكم تخلي بالكم، وبطلب من هيئة الطرق والكباري انها علامات ارشادية بس حط لي كده حاجز قول للناس ان هنا في مفيش اسفلت، وارد بالليل محدش واخد باله نظره مش احسن حاجة، وارد، فنساعد بعض. وانا قلت اقول لحضراتكم وارجوكوا هنخلي الجزء ده كمان موجود على السوشيال ميديا، نعمل له شير اكتر عشان الناس تاخد بالها لحد ما الجزء ده يتم الانتهاء من الصيانة، لان بعد ما هيتم الانتهاء الجزء ده هيبقى احسن بكتير بالتوسعات اللي هتكون موجودة، ان كان في اختناق مش طبيعي معروف من المعادي للبحر الاعظم، الحته دي لما كانت بتبقى الطريق واقف شكرا واخد لك ساعه ساعه ونص، بعد التوسعات اعتقد هتبقى افضل بكتير جدا.